أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام أو في القناة الأولى في موعد جديد مع برنامجكم التفاعلي كوفيد 19. عندي سؤال: وضعية الحجر الصحي اللي كنعيشوها حاليا واللي كتزامن مع شهر رمضان عندها واحد التأثير على نفسية الكبار والصغار. الكبار عندهم قدر من الوعي بهذه الوضعية، أما الصغار فكاين اللي تفهم هذه الوضعية وكاين اللي مازال ما استوعبش، وبالتالي فلازم لهم من المساندة والمواكبة والتتبع من طرف الآباء ديالهم باش تدوز هذه المرحلة إن شاء الله بسلام. كيفاش نتعاملوا مع الأطفال فترة الحجر الصحي خلال شهر رمضان؟ كيفاش ناخذوا الجانب الإيجابي من هذه المرحلة هذه؟ هذا اللي غادي نحاولوا نتعرفوا عليه مع ضيفتنا اليوم في هذه الحلقة، السيدة نوال الفرجي، مستشارة أسرية وتربوية ومتخصصة في التنمية الذاتية. مرحبا بك أستاذة. الله يبارك فيك. إذا كما قلت، الأطفال في هذه الفترة كاين اللي ما فاهمش وكاين اللي فاهم. كاين اطفال كيحسوا بقلق، كيحسوا بالخوف، كاين اللي تيطرحوا اسئله كثيره، كاين اللي ربما تتكون عندهم واحد السلوكات مختلفه على العاده. فإلا بغيتي يا استاذه نعرفوا التاثيرات، ابرز التاثيرات ديال الحجر الصحي على الاطفال. اكيد، شكرا على الاستضافه. بالنسبه للتاثير النفسي اكيد انه ديال الحجر الصحي كاين على الكبار وكاين على الصغار. اليوم غادي نركزوا على الصغار. الصغار التاثير النفسي كيقدر يكون اكثر، هما الاكثر تضررا. علاش؟ لان عندهم تساؤلات كثيره، عندهم خوف من المجهول، تيشوفوا العالم والكوفيد 19 من خلال نظره ديال الكبار. التاثير النفسي الا بغيت نهضر على النقاط الاساسيه كيفاش ممكن انه يبان، كيبان من خلال يعني بعد الضعف التحصيل الدراسي، خاصة الأطفال اللي مازال ما قدروش أنهم يتأدبتوا مع التعليم عن بعد، يقدر يبان في سلوكاته غير اعتيادية. الأطفال كيوليو متطلبين أكثر، يعني مرتبطين بزاف بالوالدين ديالهم، كتقدر تلقى شي جارات في المنزل يعني على طول النهار إلى آخره. يعني هادو كاملين أمور اللي كتبين لنا تأثير نفسي سلبي على الأطفال داخل الشهر رمضان بالخصوص. شهر ديال رمضان يمكن يقدر يزيد التأثير. علاش؟ لأنه حنا دخلنا في واحد التغيير اللي هو اخر، ولكن كنرجعوا دائما لكيفاش حنا كنتعاملوا مع الامور ككبار وكبالغين. ما ننساوش انه الاطفال كيتعلموا بالقدوه، وملي كيشوفونا حنا استوعبنا وتعاملنا بايجابيه مع الامر اكيد انه غادي ياخذوه بايجابيه. التأثير كيكون لانه ايفيكتيفمون كندخلوا في واحد تغيير اخر، سواء من خلال يعني المواعيد ديال الطعام، المواعيد ديال النوم الى اخره. يعني الجو كله كيتغير، ولكن كاينه طريقه اكيد باش اننا نتعاملوا معه. غادي نتعرفوا عليها. اذا اكيد ان الاباء والامهات عندهم دور كبير في تحقيق الامن النفسي والطمانينه ديال الاطفال ديالهم. اذا كما قلتي كاين طرق مختلفه للتعامل مع الاطفال، غادي نتعرفوا عليها معك استاذه، ولكن نقبل غادي نتابعوا مجموعه ديال التساؤلات اللي توصلنا بها من طرف مواطنين ومواطنات وايضا اطفال على هذه الوضعيه هذه وكيفاش نتعاملوا معها. نتابعوا التساؤلات ونرجعوا للضيفه ديالنا. أتساءل عن الطريقة المثالية التي يجب على الأمهات أن يتعاملوا مع أبنائهم في فترة الحجر الصحي خلال شهر رمضان. كيفاش نتعاملوا مع الأبناء ديالنا خلال هذا الشهر المبارك؟ خاصة نحن نعيش أجواء مغايرة لأجواء السنوات المنصرمة وهي الحجر الصحي. سؤالي هو كيف يمكن للآباء أن يتعاملوا مع أبنائهم في ظل هذا الحجر الصحي؟ ما هي أهم الأنشطة التي يمكن القيام بها مع الأطفال لتفادي الضجر والملل والحد من الزوء العصبي داخل البيت خلال فترة الحجر الصحي؟ رمضان ما كيكونش عندي في الخاطر بزاف الوليدات، وما كنقدرش نستحمل الصداع والنشاط ديالهم خاصة مع هاد الأيام ديال الحجر الصحي. باش تنصحوني؟ هل من نصائح وإرشادات واقتراحات للآباء والأمهات من أجل التعامل مع الأبناء مفرط الحركة للتعايش مع فترة الحجر الصحي؟ قبل ما يجي الحجر الصحي كنا كنمارسوا الرياضة والأنشطة، وملي جا الحجر الصحي مبقناش كنمارسوا الرياضة والأنشطة، وحنا دابا في الدار شنو هو البديل باش نديرو هاد الأنشطة ديالنا؟ كيفاش نواكبو وليداتنا ونعطيهم فرصة يعبروا على ريوسهم بلا ما نطيحو في العنف معاهم ولا نتغاوشو معاهم في الدار مع هاد الأيام ديال الحجر الصحي ورمضان؟ كنتسائل
كيف يتعامل الآباء مع الأطفال الذين تعودوا على السفر والخروج المفرط إلى فضاءات اللعب؟ واش كاين شي برنامج نقدروا نتبعوا مع الأطفال الصغار خلال شهر رمضان المبارك مع هذا الحجر الصحي؟ ما أهم الطرق التي يمكن التعامل بها مع الأطفال لتجاوز التأثير الذي يمكن أن يطرقه الحجر الصحي؟ خويا الصغير ولات فيه الحركة بزاف هاد الحجر الصحي، كيفاش يمكن ليا نوفر ليه فرص خلال هاد الشهر المبارك اللي خرج فيها الطاقة ديالو؟ إذن بعد ما تبعنا هاد المجموعة ديال التساؤلات اللي توصلنا بها عبر تطبيق واتساب وعبر صفحة الأولى على فيسبوك وإنستغرام، أستاذة فرجي، القاسم المشترك بين هاد الأسئلة شنو هي الطريقه المثلى للاباء والامهات للتعامل مع الابناء في فتره الحجر الصحي وشهر رمضان؟ دابا جا شهر رمضان تيخصنا نستافدوا منه ما امكن. نعم. كي تنعرفوا كاملين ان شهر رمضان هو شهر ترابط الاسري، الشهر ديال تهذيب النفوس، الشهر ديال العبادات الى اخره، فهذه كتبقى فرصه ذهبيه للوالدين انهم يعني كتكمله لهذه الفتره اللي دوزناها احنا في الحجر الصحي، اننا نرسخوا يعني القيم الاساسيه، القيم الانسانيه اللي بغيناها انها تكون في وليداتنا، بحال تحمل المسؤوليه، بحال المساعده، بحال التعليم الذاتي من خلال التعليم عن بعد ولا القراءات اللي كيديروها. اهم حاجه اللي نبغي نقول للاباء هو انه يكون عندنا واحد الروتين يومي وما تكونش العشوائيه، ماشي يعني نعيشوا نهار بنهار وكل نهار نفيقوا شنو نديروا. من الامور كذلك اللي هي مهمه للاطفال هو المواعيد ديال النوم والاستيقاظ، خصها تكون ثابته ولو انه كاين هذا التغيير هذا. علاش؟ لانه ما بقاش بزاف ان شاء الله وغادي نرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا، ما بغيناش نحسوا بلو ديكالاج. طيب بالنسبه للانشطه، وي الوغ الانشطه ما امكن كي قلنا يعني كاين الوقت ديال الدراسه عن بعد. نعم. تكون قصيره، نحاولوا نديروا فواصل اللي غيكون فيها انشطه اللي كتحفز الذاكره اللي كتخلينا نخرجوا من ديك لا روتين. نعم. بالنسبه للانشطه ما امكن انها تكون داخله في اطار الاهتمامات ديال الاطفال، هذه اول حاجه، يعني ما نبزوش عليهم يرسموا او لا يديروا موسيقى او لا يقراوا الى اخره. شحال ما كانت الرفقه والموافقه ديال الاطفال، شحال ما انهم يعني كيستافدوا ما امكن وهما يعني باغيين من هذه الفتره هذه. نعم. الانشطه اللي ممكن انها تدار اكيد في المنزل، نحاولوا كذلك يعني نخصوا مساحه للعب الاطفال اللي هما اصغر سنا. علاش؟ لان عندهم طاقه، هذيك الطاقه من شحال هذه يعني قبل الحجر الصحي كانت تتوظف في المدرسه في الوقيته ديال الاستراحه، وكذلك في المراكز اللي كانوا كيمشيو ليها او الوليدات اللي كانوا كيمشيو للمساحات الخضراء. نعم. دابا ما بقاش هادشي، دونك حنا في الدار يلفو ادابتي، يعني نحاولوا ما امكن انه تم من خلال يعني الديكور المنزلي اننا نغيروا ونخصوا لهم مساحه ديال اللعب سواء مؤطر او لا حر. نعم. كذلك يعني من الانشطه كي قلنا هذه يعني كتبقى فرصه كبيره اننا ندمجوهم معنا، خاصه الفتيات الصغار، يعني في الانشطه ديال الطهي مثلا، المطبخ مثلا. اكزاكتومون. ملي كنهضروا مثلا على الطهي باش نحفزوهم تكون يعني ماكولات هي كتعجبهم. نعم. خاصه هذيك اللي كانوا كياخذوها شحال هذه في الوجبات السريعه الى اخره، اجي نصايبوها في الدار. الانشطه يعني اللي الابداعيه بحال الرسم، بحال اعاده التدوير، الانشطه الحسيه، تعلم ديال الحرف مثلا بالنسبه للناس اللي عندهم هذه الامكانيه، لو بريكولاج، لو ريسيكلاج، يعني هذه كامله. الرياضه كذلك. الرياضه اكيد هذه من النقاط اللي هي مهمه، لان احنا ملي هي مفيده حتى للجسم فعلا. نعم. من الاحتياجات ديال الطفل وديال الانسان بصفه عامه يعني اننا نهتموا بالجسم ديالنا، وكي قلنا الخصوصيه ديال الاطفال خاصه الصغار تتكون عندهم طاقه زائده. نعم. هذيك الطاقه الزائده عد ما نبقاو نجريو وراهم كل نهار، جلس انت سكت انت، فشنو اللي تيخصنا نديرو؟ اننا نوظفوها. نعم. الرياضه في المنزل دابا كاينين يعني فيديوهات اللي كدار في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. وكذلك برامج تلفزيونيه اللي تيكون فيها داك لو كوتش سبورتيف، وممكن انه بطريقه اللي هي ممتعه ومسليه انهم يعني يخرجوا هاد الطاقه اللي عندهم. نعم. ما نساوش كذلك التعرض لاشعه الشمس، يعني الناس اللي عندهم يعني شوفا او لا عندهم سطح نحاولوا نستافدوا من هاد المساحات. نعم. فليدي كي قلنا شحال ما كان التقبل من عند الاباء يعني بطريقه اللي هي ايجابيه وسلسه، شحال ما هادشي كينعكس على الاطفال. نعم. ديالنا. تكلمتي على الاطفال عندهم طاقه، كاينه واحد السيده كتسال انها ما كتحملش الحركيه
الكثيره ديال الاطفال، وبالتالي فهي غادي تعصب عليهم، فكيفاش يمكن لها تعامل معهم؟ الوغ هذا المشكل ديال الحركيه ديال الاطفال دابا مع الحجر الصحي، لانه يعني جالسين في واحد المحيط اللي هو مغلق ومحيط اللي هو صغير زاد كثرت، ما هو مشكل كاين من دائما. ملي كنهضروا على الخصوصيه ديال الطفل الحركي شنو هو، يعني هو واحد الطفل اللي عنده طاقه زائده، شنو ممكن نديروا؟ غنحاول نعطي بعض الخطوات. اول حاجه نهتم بالتغذيه ديالو، يعني كاع الامور اللي هي كتكون منشطه بحال الحلوى الى اخره نحاولوا اننا نتفاداوها ونغومبلاسيوها بتغذيه اللي هي صحيه. بعض المرات الطفل الحركي كي قلنا هذه طريقه من طرق ديال التعبير على هذا الضغط النفسي اللي هو عايشه، فكيبدا ينقص هنا وهنا. فاحنا ليدي سي كو نفهموا يعني هذا الطفل هذا علاش كيتحرك بهذه الطريقه هذه، وبالتالي نحاولوا نأطروا كي قلنا في انشطه اللي هي حركيه اللي فيها الحركه، نبعدوا ما امكن على الانشطه اللي فيها واحد المجهود ذهني ولا فيها الكتابه، لانهم ما تيبغيوهاش الاطفال الحركيين. كذلك يعني الطفل الحركي من الامور اللي كتكون عنده بعض المرات كيبغي يا اما كيكون عنده سلوك لا ارادي، يا اما كيكون دافع من الدوافع بحال لفت الانتباه او كيكون مشكل ديال الغيره. انا خصني نفهم من قبل يعني علاش هذاك الطفل كيتحرك بديك الطريقه، او للاطفال الا كانوا كثار بعض المرات تيكون كذلك المشكل ديال الغيره الا كان اخ اصغر الى اخره تيزيد التفاقم، لانه حنا نهار كامل وحنا مع بعضياتنا. دونك هذا الطفل هذا شنو كيبغي؟ كيبغي التحفيز والتشجيع، وانا نرد له الثقه في النفس ديالو، لان كتكون الثقه في النفس ديالو هبطات. نحاولوا ما امكن كذلك بالنسبه للطفل الحركي اننا نتفاداو داك التوبيخ قدام كل شيء، يعني بيني وبينك. نعم كاين سؤال استاذه، كاين الاطفال اللي متعودين مثلا يسافروا فدابا خصهم يبقاو في الدار، فكيفاش نتعاملوا معهم بالنسبه للاطفال او نقلعوهم بهذا المساله الحجر الصحي؟ هنا باش غادي نرجعوا للنقاط الاولى اللي تيخص جميع الاباء والمربيين انهم يتبعوها قبل ما نوصلوا للانشطه، وكيفاش نستافدوا من اليوم. اول حاجه اننا نشرحوا الفيروس كوفيد 19 للاطفال بطريقه اللي غيفهموا بطريقه مبسطه وايجابيه، هذه رقم واحد. ثاني حاجه الا شرحنا لهم مزيان شنو هو الحجر الصحي وعلاش الحجر الصحي وعلى اساس انه في 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 الصالح ديالنا، واننا ضحينا ببعض الامور للصالح ديالنا وللمجتمع، فهذه غتسهل علينا فوالا. نعم. علاش ما بقيناش كنسافروا، علاش ما بقيناش كنخرجوا؟ من البدائل اللي ممكن انها تكون بالنسبه للاطفال اللي كانوا مولفين تيسافروا سواء داخل المغرب او لا خارجه، كاين دابا مراكز ديال الاثار اللي فتحت يعني في البوابات الالكترونيه ديالها زيارات افتراضيه، يعني سفر افتراضي. نعم. وكاين يعني دونك هنا حنايا كنضربوا عصفورين بحجر، عندنا الاستفاده من الانترنت لانه لا مفر منه بالنسبه للاباء اللي كيتشكوا من الانترنت، ولكن بواحد الطريقه اللي هي مقننه ومؤطره، ها هو تيستافد، ها هو تيتعلم بعض الاشياء وهو مسافر ولكن افتراضيا. نعم. كاين واحد السؤال استاذه ما جاش في اسئله المشاهدين. نعم. ولكن انا بغيت نطرحه بالنسبه للتلاميذ اللي في مستويات اجهاديه عندهم مثلا شهاده البكالوريا، كيعيشوا في الحجر الصحي، كيعيشوا في شهر رمضان، كيفاش نعاونوهم باش نخفوا عليهم شويه هما، لانه عندهم هذاك القلق ديال الامتحانات المقبله. هاد الوليدات هادو عندهم ضغط اللي هو مضاعف، وتيخصنا ناخذوها حنا بعين الاعتبار كاباء وكمربيين بصفه عامه. علاش؟ لان هاد الوليدات هادو اللي عندهم هاد الامتحانات اللي هي كي تنقولوا حنايا فيها من الصعوبه وفيها من لونجو، التوتر والضغط بدا معاهم من الاول العام. نعم. دونك جا دابا الحجر الصحي، كيفاش انه انا مثلا ما عنديش بعدا فين نفرغ طاقتي، كيفاش نتعامل مع التعلم عن بعد الى اخره. جا شهر رمضان مع لو شونجمون كي تنقولوا حنا ديال لو ريتم، ولو انه كي تنهضروا على رمضان بالعكس، يعني هو فرصه لتهذيب النفوس، فرصه كي قلنا اني ندوز بعض القيم. دونك حنا كاباء بالنسبه لهاد اللي عندهم وليدات في هاد من هاد النوع، ضروري انه يكون الاهتمام بالجانب النفسي، وبصفه عامه النفسيه ديال الطفل كتسبق الانجاز وكتسبق التحصيل الدراسي. صحيح. علاش؟ لانه الاثار ديال الحجر الصحي مازال غادي تبان، وكيف شحال ما تعاملنا بحكمه في هذه الوقيته الحجر الصحي مع الاطفال، شحال ما غادي نتجنبوا على راسنا بزاف ديال الامور السلبيه اللي ممكن انها توقع. ما نساوش كذلك انه الاطفال ابتداء من 4 سنوات شنو تتكون عندهم ديك الذاكره الطويله، شنو معنيتها؟ يعني انه هذا الحدث هذا غيبقى محفور في الذاكره ديالهم. نعم. سو كيف كو حنا شحال ما قدينا اننا نخلقوا كي تنقولوا ذكريات جميله، يعني ذاك الوقت اللي غندوزوا مع بعضياتنا، السينما المنزليه كي تنقولوا، يعني بحال لو سينما ناخذوا واحد العدد ديال الافلام اللي تكون مناسبه للجميع عائليه. نعم. ونختاروا ونجلسوا نتفرجوا كاملين. دونك هادي وقت كي قلنا ديال الترابط الاسري، نعيدوا الحسابات ديالنا، نصحوا العلاقه ديالنا مع الاطفال ديالنا. وبالنسبه لهاد الوليدات اللي تكلمتي عليهم في السؤال ديالك، اكيد انهم تيخصهم يكون عندهم متابعه نفسيه
يعني خاصة. علاش؟ لأنه الأعراض اللي تكلمنا عليها كتبان أكثر، بحال العصبية، بحال البكاء بدون سبب، بحال الانعزال. آخر نقطة فيما يخص هاد الوليدات هادو، نحاولوا ما أمكن أننا نتفادوا أنهم يعزلوا راسهم، لأنه كي قلنا كيكونوا غالبا يعني في السن ديال المراهقة. شنو غادي ندير بالضغط اللي عليا وما لقيتش اللي يفهمني؟ غنمشي نسد عليا في بيتي. واش غنقرا؟ واش ما غنقراش؟ كي غنستغل داك الوقت؟ واش أنا في مواقع التواصل؟ ما عرفناش. دونك شحال ما قدينا اننا نجروا وليداتنا عندنا المرافقه ثم المرافقه. الحديث معك شيق ومفيد استاذه نوال فرجي، مرحبا. مستشاره اسريه وتربويه ومتخصصه في التنميه الذاتيه، شكرا على حضورك معنا، وشكرا على كل هذه الارشادات والتوضيحات، مرحبا. شكرا على وفائكم. نبقاو في الدار، نبقاو سالمين، الى حلقه مقبله باذن الله.